بعد ما عندنا مطب المقاولين. وخد بالك مطب المقاولين ده كان مطب صعب جدا، يمكن ما تكونش راضي عن الاداء بنسبه كبيره، او ما كانش الاهلي ظهوره بالشكل اللي انت كنت مستنيه ومتوقعه، بس المباراه دي كان مهم جدا انك انت تعديها بمكسب بصرف النظر عن الاداء، لانه جايه بعد خروج من بطوله في اوضه لبس النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي معنوياتهم بتتاثر بشكل كبير جدا، الفريق اللي اتعود طول عمره على لقب البطل او على المركز الاول، خروجه من اي بطوله بيبقى صعب. عشان كده البطوله دي او المباراه دي جت في توقيت مهم جدا انك انت تعدي المطب ده، تعدي المرحله الصعبه دي، وده اللي احنا نجحنا فيه، واللي نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبتدي نعلي كيرفنا في الفتره اللي جايه. صحيح ما عندكش فرص كتير وعندك فتره توقف مش قليله، نتمنى طبعا توفيق فيها لمنتخب مصر، لكن ما هو قادم بعدها صعب جدا، صعب جدا تبدا مشوار افريقيا في دور المجموعات، وصعب جدا تروح كاس العالم من غير ما تكون اتليست في المحطتين على الاقل، يعني في المحطتين دول مطمن ومحقق اهدافك. وانا كلمت مع حضراتكم امبارح وهتكلم كمان النهارده في فكره انه ماتش سيراميكا وماتش الجونه اهدافنا فيهم تتخطى بكتير فكره الثلاثه بونت. السته بونت اللي انت هتاخدهم مهمين جدا على عيني وعلى راسي. اكيد طبعا عايز الاهلي يكسب، لكن الاهم من ده يهمني انه الاهلي يحقق من 180 دقيقه دول اهداف تانية كتيره جدا تساعدنا وتحضرنا وتجهزنا للي جاي. قبل ما ادخل في الموضوع ارحب بضيوفي حماده الشناوي ونادر شبانه، بيشرفوني النهارده في السادسه. مساء الخير حماده. مساء الخير يا ابو حميد، وكالعاده ان انا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده. منور الدنيا دايما. مساء الخير يا نادر. مساء الخير يا ابو حميد، ومبسوط دايما ان انا معاكم مع الشناوي، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه علينا. تنوروا الدنيا ان شاء الله باذن الله وتكون مفيده كمان، وانا اعتقد انه جمهور النادي الاهلي حاطط عينيه على احنا لسه عندنا طبعا الاصعب لم ياتي بعد، يعني خلينا متفقين انه الموسم صعوبته ومستوى منافساته وبطولاته الاهم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي لسه ما دخلناش في الجد فيها، سواء كنا بنتكلم على دوري الابطال، سواء كنا بنتكلم على بطوله كاس العالم، ودي الحاجات اللي احنا طموحاتنا فيها كبيره. الكاس العالم اعتقد انه الكل بيحلم يوصل لاول مره فاينل، وبطوله تشامبيونز ليج هي البطوله الاهم على مدار التاريخ بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بنحلم ان احنا نتوج بيها. كنت بتكلم في بدايه الحلقه على انه الظروف صعبه والسيزون بادي بدايه معكوسه، التقيل كله قدام، التقيل كله في النص الاولاني، فبالتالي انت دخلت في المعركه يعني في اعلى مستويات. الاجنده كده فرضت علينا ده، عندنا ماتشين مهمين جدا مع سيراميكا ومع جونه، عايز اسمع رايكم فيهم، بس قبل ما ادخل في الماتشين دول وايه اللي ممكن نحققه او ايه اللي ممكن نتارجته في الماتشين دول، عايز اسمع منكم اهم المكاسب اللي خرج بيها النادي الاهلي من مباراه المقاولين. ابدا بالشناوي. هو طبعا اهم حاجه في الماتش المقاولين ان احنا كسبنا الثلاثه بونت، خاصه والاهلي ما كانش في افضل حالاته، ودي ميزه طبعا ان انت تكسب وانت مش في افضل حالاتك تعرف تاخد الثلاثه بونت. الميزه اللي انت خدتها والمكاسب اللي انت خدتها هو الاستقرار شويه، لما تكسب تبدا الثقه بترجع مره ثانيه، خاصه وانت جاي بعد خساره او خروج من السوبر ليج، فما بالك لو انت خسرت مثلا ماتش المقاولين، الامور ما كانتش هتبقى مستقره اكتر بكتير، ولكن المكسب بدا يهدي الاجواء شويه. كمان على المستوى الفردي يعني شفنا موديست بدا ان هو يتنفس شويه الصعداء، وبدا ان هو يكشر شويه عن انيابه وعن امكانياته، ظهر مش السوبر طبعا، ولكن هو بدا ان هو يظهر. في كمان ان احنا وقفنا على النقاط السلبيه اللي تقدر او اللي يقدر مارسيل كولر ان هو يشتغل على الفتره الجايه. احيانا الايجابيات مش بس ان انت حاجات الحلوه، لا، احيانا الايجابيات ان انت تحط ايدك على الحاجات السلبيه وتشتغل عليها وتحاول تطور منها عشان تفيدك في المرحله اللي جايه.